ايوه من المستهلك على طول والله في الدماغ على طول. هذه بن بن. طب اسمع دحين كم سياره احنا نمشي؟ سيارتين بس. انت والفريق حقك هذا كله بارد يا عم. خمس امس ولا ما يلا اشكو نسيت بقول حاجه. تعال انت يا حبيبي ابغاك تصور في هذه السياره تمام. والله. شوف اذا صورت اقل من 50 سناب اليوم والله راح تزعل. انا بعودك لانه كيف انا قاعد اصور لحالي هنا؟ ايش بك انت؟ روح يلا حاجه هنا حلوه. دقيقه بسم الله. ما ادري اذا كانت ليمونه ولا وش هذه ما ادري. حاجه حلوه. وش هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله شكلها ليمونه. ليمونه ولا ميمونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وش هي؟ ها؟ ها؟ ليمونه؟ طماطم؟ والله اكلها؟ اكلها؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بيمين ربيت اخاف. هلا والله والله بديت اخاف منها. ها ها قمية نقمية. لا تاكل ما اكلها. طلعت هذه يا فواز اسمها نقم. حلو طبعا مثل البنج. اي يحطونها زمان لها استخدامين عندنا. اي بعضهم يحطها اذا فيها سوسه في سنه. ايوه مثل البنج. اي يخدر المكان. سبحان الله تطلع والله. يعني هذه ما تتاكل كذا؟ لا فأكل. وين انتبه والله كنت باكلها. لا وين يا جماعة طبيعة. الخير عندكم هنا خالد الجابري هنا. الناس اللي ما شاء الله تبارك الله يحب ويستمتع بالخضار والطبيعة والجبال وكذا سناباته جدا ممتعة. أهم شيء مو اليوم. ها مو هو اليوم عادي. أي وقت ثاني أرفع الشاشة ضيفه الآن واستمتع معه. الأمر الثاني اللي قل لي كنا نقطعها شفت السكين؟ إيه؟ في صدى يزيل الصدى من قوة المادة اللي فيه. والله كنت بشيل الصدى اللي في بطني كامل. حرام عليك. وهذاك يقول لي كله كله. ها عبد الله زعلان إني جيتكم. ها والله بنشبله باب النوع من تعال تعال عشان أنت أغلى ما أملك بعد الوالدة. تعال شوف انتبه. واحد يقول لك كل هذه. والله لا 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 تأكلها بالذات إذا جاك واحد زي هذا وقال لك كلها. ترى هذه قال لي والله قبل شوي كلها. فالمهم ما كان يدري صراحة. المهم فانتبه خلاص ما تأكلها.